تعال 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 معاويه ويا دقوا على المارينا الحين الحين عشرين عشرين تسعين أربعة اثنين عشرين عشرين تسعين أربعة بس خلاص عادي. يعني في ظل هذا الكوكب المليء الله المليء المليء بشنو؟ الله المليء ويعج ويعج بشنو؟ بالأمور اللي ممكن تزعلك ممكن تضايقك ممكن تكدرك. عفوا أستاذ تفضل الطالب. يعج يعني عجاج؟ لا هذاك عجاج السنيني. الله سو كذي هذا عجاج السنيني. هذا عجاج السنيني شوف. يعني الحين في ناس تحب تاخذ كل حاجه مع انها مش محتاجه لكن في بعض المصطلحات يعني غير معلومه. لما اقول لك عجاج السنيني عطني البوهة. لا لا لا, لا ايوه هذا عجاج السنيني. هاي مو سمايل هود؟ لا سمايل هود اي سمايل هذا روبن هود. هذاك روبن هود. هود هذا يسمونها. لا هود خشب. هود وود خشب. احنا نحكي انجليزي. لا لا لا, لا, لا شوف انجليزي ترى والله اضيعك وتضيعني. مشكلة انا في كلمات لازم تتكلم انجليزي ما تعرفها بالعربي. اي نو ذات. دارجة والله. اي نو ذات. اي شنو اي نو ذات؟ يعني اعرف هذا. اعلم ذلك. اعلم ذلك. اعلم ذلك. يعني انت حاول الانجليزي تحوله الى المفردة العربية. اي نعم. لكن البداية تصدق تعفست البدايات. قل لي اسف. مع ان النهايات لازم تكون كالبدايات. الله. جميلة. الله. لان دائما البدايات تكون جميلة لكن النهايات هي التعيسة. صح. فانا قاعد اقول في ظل هذا الكوكب وهذا المجتمع اللي يعج. ايه. وفي ما بين المشاكل والامور المحزنة والامور اللي نتعاطف معاها. نعم. لابد. 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 من بارقة. الله. انت تبي شنو؟ ايه البارقة. بارقة شنو عاد هذه؟ بارقة الامل. الله. يا اخي انت شلون شلون والله شلون عايش بيننا؟ ما ادري والله يا اخي تبتوضع. ملك منزل ولي من زمان. الله الله الله. بارقة الامل وين تلقاها؟ وين؟ في الساعتين اللي نقضيها سوا الله مع هالناس الطيبة. اي والله ساعتين نقضيها والناس الحلوة نفرج. اي والله عن همومنا. اي والله على الزحمة. اي نفرج عن بعض النفوس الشينة. الله الله هذه اشوف نبي هالساعتين. هذه قاعد عنده فلوس. لا مصباح. هذه مصباح. نبي هالساعتين ما عليه. كل من بهمه شق الليله شق الليله وكل من في اموره تلقى في بعض الامور المحزنه المزعجه اللي ما تخليك. نعم. حتى هابي فيس. نعم نعم ما تخليك هابي فيس. ما تخليك هابي فيس. لكن نحاول جاهدين. اي نعم. ان نسعد الاخرين. نعم. هالساعتين حيثما شاء. صح. بطل في بارقه امس. شفت بارقة؟ اي بارقة امس. شو تقول بارقتك؟ بارقتي امس رحت البلاجات. اي خذيت لها رحت البلاجات قلت خليني اغير جو. بهالرطوبة والخيشة؟ ترى بالسيارة مو شو اسمه؟ على بالي حاط بسطتك حاط البسطة وقاعد. لا لا مو اسمي عصام. المهم بارقة. تحياتنا لكل عصام. بعد خبات روح اشتك عليك اسمع عصام. لا والله بعد يصير ما نتكلم عنه. ما شو تسوي بعد؟ نسكت نسكت. الناس تدور. زين. رحت على البلاجات. حلو. طلعت الساعة 11:30. 11:15 كذي ليلا ولا ظهر؟ ليلا 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 زين ورحت صوب البلاجات خابر ولا القى كشكات. انت قاعد تقول شعر ولا لا لا والله العظيم لقيت كشكات. لا تطوفها علي يعني يا جماعه اللي صوب السيف هذا وانت رايح خابر من البدء الحين حطوا بلاجات حطوا كشتات. لا اذكر الله لا اله الا الله هدي ترى عندنا ساعتين زهيق شفير عندنا ساعتين لملم شتاتك. اي اي لملم لملم شتاتك. ها لميتها انت كلش حتى شتاتك يعني حتى الكشته مو كشته شتات. اي اوكي لملم شتاتك واحده واحده. اي امس انت يا يوم السبت الساعه 11 بالليل خذيت الاسره الكريمه. نعم. ورحت وياهم لبلاجات. نعم. الحين يلا كمل القصه. كملت القصه زين عشان تفوق. عشان تفوق. ايه تصدق الساعه 12 يسكرون. شنو اللي الساعه 12 11:30 يسكرون قصدي منو اللي يسكر الساعه 11؟ الكش على بالي يسكرون البحر. الكشتات يسكرون البحر 11:30 يسكرون الكشتات تصير ظلمه. ليش؟ ها؟ ليش؟ 11:30 يسكرون. شوف احنا الحين 2023. لا لا تكفى شنو يعني؟ لا امس ويكند يعني. يعني لحظه الحين هالبلاجات الحين هذول الكشتات. شنو الكشتات؟ كشك كشك. اي اكشاك. اكشاك. اي
تحطون مثلا حط حلوين كشك السيارات التراك فود لا لا الكشك الكشك كشك كشك كذي اوكي كمل بعد الاكشاك اللي حاطينهم اي علبة اللي بيع سندوتشات عصاير هالسوالف هذه لما تمشي اي جايب لك هذا بوت عسكري الرمل قديم تعرف اللي قبل نلعب بالسكه امبلا اللي تلملمه كذي زين حط لكم رمل مال البحر يا خيب وحطوا صفوه يعني خلي الواحد يمشي عدل يعني زين كمل تكرم الدورات المياه والمخازن حاطين وحدات برا يعني لما تيجي على البحر تلقى وحده تكييف تكييف ايه لا منظرها مو حلو يعني عرفت قصدي هم كيفين من دوره المياه يعني مو دوره المياه المخازن اقول بعد شنو هالرفاهيه شنو هالرفاهيه هذه لا خل اروح اوقفهم حق القسيمه معود اعطيك غير الموضوع لا شو اسمه زين الكشتات هذول الكشكاك الكشكاك كشاك الكشاك اوف ايه انزين ايه يسكرون حلوين يسكرون الساعه 11 ونص انزين حتى بالويكند خلنا ناخذ الطرف الاخر ايه اخذ الطرف الاخر الاخر لا هذاك ايه اوكي الطرف الاخر الاخر انزين قد يكون هذا دوامهم بس يعني ما يصير انت الحين واجهه هات وخذ ايه بس هذه واجهه بطلال علشان نطلع بحصيله مميزه للمستمع ايه ونوصل الى البوتقه اللي نبيها ايه انت متابع البوتقه ابي البوتقه نوصل للبوتقه ايه زين انت عوقك ان ليش يسكرون 11 ونص 11 وعوقي على الرمل واحده واحده ايه لا تقطع عوقك كله اوكي اوكي الحين خلينا نخلص من الكشتات الكشاك ايه ليش يسكرون 11 ونص ايه انت تبيهم يسكرون متى يعني على الاقل انت الحين انت 2023 ما له شغل السنه خلينا الحين خلينا بالوقت يعني الدول المجاوره وهذا يطولون يعني انت ويكند تبي تطلع تبي ترجع الساعه 2 مثلا حلو المفروض على الاقل تسكرون 2 بالويكند يقول لك هذا مداوم هم مبطل كشكه من الساعه مثلا 10 صباحا ياك واحد من برا من الخليج جاي بيسهر تسكر عليه الساعه 11 ونص وبيسهر عند الكشك تتهم يعني انا جاي من برا لان لو واجهه لشارع الخليج العربي وقاعد ل 11 ونص بلاجات وبيسري جايك بيسهر للساعه 2 جاب الكشك يعني هم شوف هو في منطق من كلامك عشان لا يجي عليك كلك يعني لا في منطق ليش ما يكون هناك في اكشاك ما اقول لك على مدار الساعه الا ساعات متاخره يعني شوي وحده على الاقل وحده على الاقل يعني اي مو شوف هو صار كل شيء الحين باطار الشبهه اي شيء يتاخر قال لك ها هذا اخاف يبيع ممنوعات هذا اخاف يحط اشياء مو مضبوطه هذا ما ادري شنو اي مو هذه المشكله الزين واللي مثلك الزين إيه يبقى زين اي لكن الشيء خرب عليك اوكي اي فهذه العوق وهذه المشكله انا متفق وياك لازم يكون في اشياء تكون على مدار الساعه نعم. الناس تبي تروح ترجع عنها ما تبي تستانس بعدين انت البلاجات يعني هي واجهه البلد يعني البلاجات انت تروح كل واحد بس منو حدد ان الواجهات هي واجهه لان اللي من السعوديه والبحرين بيروح شارع الخليج العربي معروف عندنا هي اسمها واجهه بحريه بس مو بالضروره تكون واجهه بلد يعني نعم. انت سمعت واجهه على بالك واجهه ما له شغل المهم يعني اكيد بيمرون صوب البلاجات اكيد يعني. بيمر يعني انت تروح اي ديره لازم تروح صوب البحر صح عدل ولا صح فلما تروح صوب البحر الساعه 11 ونص سكرون يعني صعبه على قولت اخوي مطر صعبه الله يحفظك زين مناشدتك حق منو عشان نغلق على شركه مشروعات سياحيه ايش معنى اخترت مشروعات سياحيه انت لانه هم المناط فيهم الاكشاك مناط فيهم الامر اتوقع مو لا شوف ولا اعتقد لا شوف تصدق ولا احلف لك ما يصير إيه يا تعطيني قرارك الاخير إيه يا تصير الجرح الكبير عاد انا ما ادري يعني قد يكون البلديه هي اللي قد يكون التجاره هي اللي هو مناشده حق اللي هو الى من يهمه الامر الى من يهمه الامر وكامل ايش يبي يا جماعه بالويكند خلوه على الاقل الساعه 1 عشان الناس تستانس وتطلع وتتعشى وتقعد على البحر والايام جايه شتا والجو حلو تسكر لي الساعه 11 ونص يوم خميس ولا يوم جمعه صعبه صراحه والله احنا نغلفها باطارها السليم شكرا نقول لهم لازم شكرا لازم اشكر على الماي لا تصدق من عقب الشكر مال الماي ما طبق والله ما طبق انت لا تقول لي ما رحت لك مطعم هاليومين بلى لا تقول لي ما رحت كافيه هاليومين رحت دشيت لقيتك دولكة ماي قدامك ما في يا لا يمكن جايبونه من الصين لا 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 خلنا نزلق واير ايه خلنا نتحكى ونقول الصج اللي لنا ايه واللي علينا انا ماكو شكر ذاك اليوم ما قلته لدرجه هذا الرجل النبيل هذا الرجل الفاضل إيه؟ هذا الرجل اللي يسوى بيزه إيه؟ يعني قلنا يسوى بيزه يسوى يسوى ايه
ما خلى فيني مقز زبره صاحي. ليه يومك هذا يعايرني على الشكر اللي انا شكرته لاخواني في وزاره التجاره على الدولك. وطلع اخر شيء ما ميش. وين القرار؟ وين القانون اللي تم اقراره بان على المطاعم والكافيهات ان تحط لك الماي الـ 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 الماي العذب الماي العذب إيه؟ يكون متاح ومباح لكل مرتادي هالمطاعم كلاصات ودولكة ماي. ما قاعد نشوف أي شيء، مو قاعد نشوف أي شيء. لا ما قاعد نشوف. إحنا شوف مشكلتنا دائما إيه؟ مو في القوانين. إيه؟ ترى القوانين موجودة. إيه لا. ولو تبطل اللي طبق القوانين يا سلام عليك. هل هذه القوانين قاعد تطبق؟ أي هذه مليون مليون وزريليون قانون. خذ على سبيل المثال لا الحصر. إيه؟ هل إيه هل كيف لا إيه؟ تعلم. إيه تعلم كيف هذه هذه مالت مالت الفقاره. إيه مولك مولك إيه. إيه انت ريال ريتشمان اشوف الريتشمان عطني ابوي انت. هل تعلم الحين قصه الحين الدليفري دليفري الدليفري الدليفري يس لا بس هذا ما له شغل اللي ايدك تسوي ما له شغل إيه الدليفري اللي يوصل لك الاكل. إيه قانون. إيه قانون. إيه وموجود مناط فيه مناط وخلصينها بعد. إيه تبي تنوط فيه اكثر من لا خلاص بس مناط فيه. يقول لك اذا كان هذا المطعم. إيه هذا شنو المطعم. يا سلام عليك. إيه احبك وانت إيه تكون زيي. نعم داخل حدود المنطقه حولك حواليك. إيه رسوم التوصيل لا يتعدى 250 فلسن. حلو ربع دينار. ايه واذا كان خارج حدود المنطقه نعم ما يتعدى 500 فلس يعني نص دينار. نعم ايش مال اللي انا الحين اللي قاعد اشوفه اصلا من داخل المنطقه من داخل المنطقه. ايه وهو سالفه ساعات تكون عيز وكسل. ايه المطعم بينك وبينه دوار. ايه بينك وبينه شارع. ايه مالك خلت تطلع. ايه تطلب يوصلك الى البيت. ايه ياخذ جيمه التوصيله دينار. وانت تدفع هالدينار وانت شنو تضحك. اضحك تضحك. ايه مع ان في قانون يقول لك حد يوشه كبيره اخره ربع دينار. ايه ليه ما يطبق عليهم هالامر هذا؟ صح. هل انا كمستهلك لازم اقعد انا اللي خلق قاعد ولي مقاقه. ايه اداحر راعي المطعم. ايه ولا داحر السائق هذا اللي ما له شغل هذا جاي يوصل يوصل يمشي ويمشي ايش عليه بالسالفه. ايه ولا قاعد يجمع فواتير واروح انا حمايه المستهلك واقعد اسوي شكوى وما الامور هذه كلها ايش ماله بالسالفه هذه كلها. طبقوا القانون لان انا اعرف ان في قوانين كثيره موجوده وتحميني كمستهلك تحميني كمواطن كمقيم كأي شخص يعيش على هذه الأرض. لكن عوقك في تطبيق القانون آخره هذا اللي قلنا عنه قبل شوي. إيه دولكة الماي وينها دولكة الماي ماكو للحين وينها. لا وفي موضوع آخر بنفس الصياغ عندك أنت موضوع آخر. إيه بنفس الصياغ ونفس الصياغ. إيه عطني صياغك. الصياغي اللي يقول صياغي إيه؟ يقول إن شفت هذول موات الجمعية لما تشتري وينه؟ هذه الجمعيه هذول شنو؟ تشتري اغراض. اي بس هاي شنو قاعد تسوون تبيني؟ ما ادري ما ايش حق هذه. انت قاعد تلف ديلكو. انت قاعد تلف ديلكو. تشتري اغراض. حلو. هذا تصدق ما له معاش؟ لا. تعطيه على حسب لما يروح هو الشركه تجيبه. اي. وتعطيه انت تعطيه فلوس. هذا منو؟ انت يا هذا اللي تل العربانه وتحمشت اغراض؟ صح. حطيت العربانه. اي. حطيت الاغراض. لا ما ظنتي. ها؟ عيني بعينك؟ اشوف عيني بعينك؟ ما ظنيتي. شنو ما ظنيتي؟ ان اللي قاعد تقوله دقيق. لا مو دقيق. فصيح. لا شوف فصيح فصيح. فصيح. بس انا قاعد اتكلم انه مو دقيق. اي بس انت لما تجيبهم هذول راتبه راتبه. قليل قد يكون. قليل وايد. بس قليل. لا تقول لي ما في راتب. يعني بالنسبه يعني ما له معاي 30 دينار ولا 40 الفكرة. دينار. الفكره. الفكره. زين هذا يبي يسكن. صح. يبي ياكل. صح. يبي يدز حق اهله. صح. يبي يشرب. فهو شو يسوي؟ احنا طبعا شيء طيب وما اعطاه. الله. ايه فانت تروح تعطيه نص دينار تعطيه دينار تعطيه اللي بليوفك اللي بليوفك كسرت خاطري. اي والله انا بقوم اعطيك دينار. فهذول كم مره يسوون شو اسمه اضراب. اضراب صح. لان ما خلاص انت الحين اضراب مو على قله راتبه. لا انت شفت فوق قله راتبه. ايه؟ بعض الشركات للاسف. ايه؟ حتى كروته ما يعطيه اياه يعني يقعد لك ثلاث اربع اشهر ما يعطي كروته. ما يعطيه يعني الحين عوقنا هو خلاص امن بالله ولا اله الا الله محمد رسول الله. نعم امن بالله ان راتبي انا يا انت 20 25 30 يبا روح 50 دينار راتبه. ايه ما قال شيء الريال هذا فقير الله. نعم نعم هو عوقه مو بالجله الراتب. يقول لك ما يوصلني الراتب على ثلاث اربع اشهر. ايه هذا يا اخوي شلون بياكل يشرب يبي هذا. اي والله ما عندك تليفون انت. ايه صديقنا يوسف. يوسف يوسف صديقنا العزيز يوسف. يوسف جعبتك شنو فيها جعبتك؟ الجعبه مالتك شنو؟
شعبه مالتي الحين اقول لك اول شيء بدايه اسبوع حلوه عليكم. الله الله يسلمك. الله يا يوسف. وبعدين اول بدايه الموضوع حاجيك انت حق قاعد تشرح المطاعم اذا باقي فلوسنا وقال في دوره ماكو دوره. اه صح هم صح لا فلوسكم راح ترد لكم على داير ملين يا جماعه. والله يوسف بيني وبينك انا بيني وبينك انا خجلان منك ان احنا سوينا المواعيد ونزلنا لوكيشن حق الناس. شلون قصت الحبل في الناس؟ ما قدرت لان المدرسين اللي جابهم من برا اعتذروا. زين يوسف حاول تحاكي ولد لو كلمتين انجليزي خلينا نشوف ايش اللي تعلمته. كلمتين انا كلمه تواضع بخال تيك اوي. شوف عطاك اياها تيك اوي. يضل توهق بيعقوب طالب. هذا اللي علمت فيها. اي والله تيك اوي. ذات ذا سيلينج ذات ذا فلور. يوسف احنا قاعد نحكي عن موضوع كذي على السريع قصه ان احنا عندنا قوانين لكن للاسف مو قاعده تطبق. رايك ووجهه نظرك. دقيقه واحده ما في غيرها بعد الدقيقه تقفل سكر الخط. اي تفضل. يا جماعه والله ما قاعد اهاجم احد لا هي وزاره ولا شيء بس المسائل وانا راح اذكر اسماء مطاعم عشان اكون دعايه ولا غيره. المسائل المطاعم اللي قاعد بس المسائل شنو هاي المسؤولين. المسائل خرب لساني لا لا انا على بالي منطقه يعني يوسف الظاهر فلتشو. لا دقيقه تفضل. المسؤولين لما المطاعم هذه رفعت اسعارها الله عليكم في احد فيهم تحرك؟ لا تبي انت يهد هذا كله ويروح يطلع لك انت الطلبه بربع ولا بنص ولا بدينار؟ امصح. رقم اثنين، رقم ثلاثة، يا اخي في شيء انت اذا كانوا مشتهين، اوكي، في شيء اقول لك في تلوث بصري، روح عند الجمعيات وطالع مرات التوصيل شلون قاعدين على الرصيف. لا اله. ينطر عشان ياخذ الطلب ماله، ياخذ الطلب ماله، عرفت شلون؟ واتمنى ان احد المسائل اللي انا قلتها تكفى يا اخي، ما تروح انت ما تروح ثوانيتك بسيارتك الطالع. انت ما تروح بدوانيتك يا مسؤول وقاعد تمر عند جمعيه ولا عند مطعم قاعد تشوف يا اخي نبي يعني شيء بسيط حركه بسيطه انه يا اخي تلغي هذا الشيء. يعني انت ارتفاع اسعار المطاعم هذه احنا كلنا عارفينها من غير ذكر اسماء ما حد فيهم تصرف. تبي انت الحين يهد هذا كله ويطلع لك الطلب بربع ولا بنص ولا بدينار؟ مو هذا قانون يعقوب. هذا قانون أنا قولت بوكميل ابابلني. اي والله ابابلني يا حبيبي. انا ما هاجمت احد انا ما هاجمت. لا بالعكس كلامك مو متماشي مع اللي قاعد نقوله يا حبيبي. دخل يا حبيبي يوسف دائما تمتعنا بوجودك الرائع والمتميز يا حبيبي. يا وفي يوم ونصيحه نادر نصيحه حق اللي ببالي تعرف معروف معروف أعطيك دورة طبخ وايدة. وفي يوم من الأيام سوف أكشف النقاب عن شخصك الكريم. مشكور يا يوسف. مشكور يا صديقي. مشكور يا عزيزي يوسف. مشكور. من يوسف إلى سميك. خذ سميك. سمي. هلا والله بالسمي. شلونك؟ مساكم الله بالخير. يا هلا والله بالسمي. سؤالك وطلالة. ساعة المبارك يا بعد راسي يا فهد. يا هلا. وطلالة ترى بخصوص توصيل الطلبات. مطاعم في شقين. اللي شق الأول يقول. يقول لك إذا مطعم وحلويات يحط التسعير اللي على كيفه. شلون؟ هذه واحدة. انتين. ايه. التوصيل المطاعم العادية اللي إذا داخل المنطقة ربع دينار صح كلامك وإذا برا المطاعم نص دينار. صحيح. بس في بعضهم يتجاوزون شلون؟ يقول لك أنا والله ما عندي سايق. اللي يوصل. أدز لك تاكسي. أي من برا. ايه أتعاقد مع شركة توصيل. إيش ذنبي أنا إذا تجيب من برا تحط له ودينار أنا مرة طلبت. طلع توصيل الطلب اكثر من شكراً. الطلب اللي انا ابي اكله. صح والله صح كلامك. والله العظيم يعني انا كان طلبي 750 اللي وصل لي دينار 30 بس. ترى صح كلامك. اي والله صح كلامك. والله العظيم انت خليتني اتغدى وياك مره ثانيه. لا اتغدى وياك. قلت له المهم انا اخذت الفاتوره وقلت له اكتب لي فيها. ايه. ان التوصيل كذا المبلغ الفلاني اكتب لي على الفاتوره توصيل الطلب كذا ورحت اشتكيت فعلا يعني يحق لك انك تشتكي. صح ما تستهلك. صح في يعني ماني عارف اللي حاط القانون مطعم وحلويات سعر
والطلب تبي وجبات العادية سعر، شنو هالقانون؟ والله يا فهد أنت خوش سالفة عطيتني وخوش دريشة. لا هذه معلومة الكل خلي يسمعها يعني. إيه؟ هذا تناقض يا جماعة. قواك الله فهد ومشكور. جزاك الله الخير. يعني اللي قاله فهد وايد مهم. ذكريات خليك شوية على الخط راح تاخذ ذكريات. لكن اللي قاله فهد شيء وايد مهم. شوف ساعات في قوانين توضع. حيا الله ابو عيسى الساعة المباركة. السلام عليكم. شلون بس عمرك؟ هلا هلا بالشباب. الله يطول عمرك. في قوانين تنحط. لكن محمود الكويتي يا هلي يا هلي لها دهاليز. دهاليز لها ليه؟ ليه؟ علشان اقدر انا يا اتلاعب بهذا. الحين قال لك فهد شغله المتصل العزيز. قال لك اذا مطعم تحت بند الحلويات ومش عارف ايش يخول له مثلا زياده. او اذا انا ما عندي ديليفري سايق يوصل الطلب. يبقى انا متعاقد مع شركه توصيل فهي اللي قاعد تاخذ منك مو مني انا. صح. فهني الضبط والربط في هذا الموضوع. خذ ذكريات شوف رايها. ذكريات. هلا وغلا. هلا بغالي. هلا ذكريات. هلا والله. غاليك. هلا والله. قولي ذكريات. طلع ما في جعبتك ذكريات. لا اولا انا ضعت يعني بسؤالكم هو عن مطعم ولا لا عن احنا قاعد ندردش بشكل عام. احنا قاعد ندردش بشكل عام. انت الزاويه اللي تبينها قوليها. احنا في قوانين ما قاعد تطبق يعني. عندنا قوانين وايد ما قاعد تطبق وفي على المطعم ولا شيء قاعد عندنا ولا شيء قاعد يطبق. أوف. مو وايد مغير وانا ما اشوف شيء قاعد يطبق. انا بتكلم بشكل عن جميع القوانين. انت تبيها تطبق شيل شيء اسمه واسطه. انت تبيها تطبق طبقها انت يا مواطن الاول على نفسك عشان حتى المقيم يطبق. صح. اي قانون. صح. اي شيء. صح. يعني انت تبي تطبقه خلي. والله ساعات انا ترى يعني كلمه قالتها كانت وايد حلوه. وانا امشي بالشارع ساعات اقول ماكو والله العظيم والله ان انا توني راده مع الوالد الحين. انا هذا الكلام قلته الحين ويا الوالد. اقول ماكو مسؤول يمشي بالشارع ولا احنا نمشي بس. لا هم يطيرون. هم يطيرون والله العظيم يعني ما يشوفون الشوارع ما يشوفون اللي قاعد يصير ما يشوفون. بس اقول يعني هم مو بنفس الشوارع اللي يمشون فيها ولا شنو ما ادري. لا انا كنت ذكريات رحت مكان يعني ما ادري اذكر المنطقه ولا ما ادري صباح السالم في لا تقول هي كل الشوارع. لا لا ذكريات رحت حي بسوي مديكير منيكير حق انا كل شيء دائما فتره اسوي مديكير منيكير. يا شيخ يا شيخ والله دشيت عشان يعني لفيت اللفه يمين ورب الكعبه بطلال مطبات هوائيه بالارض. مطبات هوائيه بالارض. لا جد جد يعني صح كلام الذكريات. على مره قلت المفروض واحد يشتري مدرعه. اي والله دبابه شو تقول. تبون بس الاول القانون يطبق والقانون الداخلية ولا الأشغال ولا أي مكان ولا التربية شيل شيء اسمه واسطة. قواك الله. قواك الله. ذكريات في حياتنا للفنان القدير الوالد العزيز عبد الإمام عبد الله. شكرا لك يا ذكريات على اللي قاعد تقولينه لأن الناس اتفق معك في هذا الجانب. نعم نعم. ليلى معك. رايحة عند يدتي يا مدور سلتي يدتي تولي برد عليك الذيب. برد عليك الذيب. سكتي سكتي يا يما يا يما. لا يلا قول قول من في الباب. هلا قل انا ليلى. لا قل انا ليلى ذات الرداء الاحمر. انا ليلى. هلا ليلى. الله يعطيكم العافيه. هي عندنا بالكويت. اختصار من امن العقوبه اسال ادب. وانتهى. نقطه على السطر. ما عندي شيء اضيفه. بيض الله وجهك يا ساده ليلى. يا زين كلامك المختصر مفيد. دونت فورجيت فور كولينج. دلال وياك. دلال ومدلل سلام غلا ومغلي. هلا دلال. هلا والله. شنو القانون اللي ما يطبق بالكويت؟ لماذا لا يطبق؟ والله انا بخصوص سالفه المطاعم هذه احس ان البلا فينا الصراحه. شلون البلا فينا؟ نستحي. نستحي؟ يعني الحين سالفه التوصيل. قولي. نستحي نروح نشتكي والله علشان هذا حاط توصيل بدينار ولا صادق. مع ان احنا ندري انه هو غلطان. ولنا حق. صح. بس عايز مستحى. هذا الكلام اللي قلناه قبل شوي. حتى سالفه الماي مال المطاعم. صح. كل الدول برا يحطونه فور فري الماي المفلتر هذا. بالضبط. انا قمت احنا هني نروح نشتري بدينارين. انا دينار لا والله نطلبه. لا انا قمت اطلب. عافية عليك. يعني بالضبط. عافية عليك. من سمعت القانون
قمت اطلب اي والله حقي صح اي صح ويقول يقول اي والله زين لا وبثلج بعد لا هو المفروض حتى من غير ما اطلب انت تنزل لي للموضوع خلاص يصير عاده بين الناس لين خلاص يصير شيء رسمي وتلقى النوع رخيص حاطين لك بدينارين صح قواك الله قواك الله يا دلال وقواك الله عساج ذخر ما شاء الله اتصالات كثيره ابو مريم حيا الله ابو مريم مساكم الله بالخير بالخير هلا 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 يا مرحبا يا مرحبا الله يعطيكم العافيه زيدك عافية حبيبي انا جعبتي مكروسه يلا حط الجعبه المكروسه والله جعبتي على الشوارع شيح والله وبالله الكريم امس طاق حفره طاح الدعاميه سيارتك فيات اول مره اقومها بالطبلون سيارتك فيات اي فيات معود تكفى والله لو يعني لمتى لو على قولت بطال الدبابه هم بتعود هم خطاك السو يا ابو مريم خطاك السو خطاك الناس والله يا ابو طلال هذا ونتمنى ان يحلون هالامر هذا والله بالله قبل فتره كان عندي ضيف مسؤول في الاشغال فسالته سؤال مباشر والله يا ابو مريم قلت له يا اخوي بس قول لنا هل انتم كمسؤولين عندكم دروب سريه احنا ما ندري عنها يعني جدول الانفاق او جسور معينه احنا ما نشوفها لان مو من المنطقي ولا غير المعقول ان هالمسؤول يمشي بذات الدرب اللي احنا نمشي فيه مستحيل ويشوف بياراتي منظف من وجهي محشوم بس لا والله جد غريب الموضوع يعني ولا واذا كان نفس الدرب اللي احنا نمشي فيه هو يمشي فيه ويشوف ومو قاعد يحل الموضوع صح هذه اللي هني طامعة ذاكرة بتكون على قولت ابو عيسى الظاهر يطيرون ايه لا بعدين اقول لك شغله المسؤول بنعطينا الدوله سياره يعني لو تكسر مو فارق معاه يعني يلعن والده والديها ما يهمه مو فارق معاه مو فارق مو فارق قواك الله ما يعطونا سياره شلون عاد هذا المفترض اللي يشتكي عليه قواك الله ابو مريم الله يقويك مساك بخير احمد وياك يا ابو كميل احمد مساكم الله بالخير احمد ذكرتني باحمد الطرابلسي والله الله يا هلا والله هلا الخير مساء الخير مساء النور اول شيء مسي عليكم وعلى الضيوف الكرام ساعة المبارك الله يسلمك والفنان محمد العجيمي واخوي فهد كميل هلا بالحبيب احنا والله نتعب لما نتكلم لكن لا تمسكون اجور التوصيل خلي اجور التوصيل دينار دينار ربع يا اخي مقدور عليها ندفعها لكن معقوله مشروب غازي في مطعم يا سلام عليك في مطعم يا سلام عليك دينار ونص الله يعني يا سلام عليك شو الاجرام انا بعرف وزاره التجاره وين وايد مراقبه الاسعار قانون مراقبه الاسعار اللي قاعد يغسلوا امنا فيه وينه دينار ونص هذا البريل إيه إيه والله ولا بعض والله بعض دينار يا والله اي صح صح تسألها ليش يعني اشوف انا ترى ما استحي منهم انا نادي مدفون اقول له ليش زين تسوي زين تسوي يقول والله الاجار غالي زين تطلع على اطاق على اخر الناس اي ما له شوف معقوله بعد يا اخي اجار غالي لا تفتح مطعم وشاب انا شوف اقول لك افهم يمكن بس ما اقبل بس افهم لما يقول لك مثلا الصمونه قيمتها وسعرها هالكثر يقول لك والله الخس انا شاري من مش عارف ايش اللحمه اللي جايبه كلامك اسمع كلام بس انا بتاكد وياك ابي اكد على كلامك في مرسوم اميري اصدره الشيخ جابر الاحمد الله يرحمه الله يرحمه صمونه الفلافل ب 100 فلس خلاص صح, صح 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 لكن هو شو يسوي يحط لك لحسه نعناع صح شويه فجل نقزها دينار ونص انت تضحك علي بالضبط هذه نقطه لا. نقطه ثانيه بالنسبه للشوارع يا ربع سم ربع انت الشوارع حاشتنا ديسكات ترى اي والله احنا ما ندري نصلح سياراتنا ولا نقدم على علاج بالخارج هذا والله صدقت اي والله اي لا شوف انا مسكينه مرت اسمع مرت علي وحده وانا ماشي يمها مسكينه والله مو قادره تحط مكياج في السوق لا خليني اقول لك الاخت اللي قبل شوي تقول مسؤولين انا مره شفت مقابله حق واحده من المسؤولين بالدوله حلو مسوين لها مقابله ببيتها وقاعده تتمشى بالحديقه مالت بيتها نعم هي تقول يعني المواطن ليش يعني ياخذ ارض 500 متر هي حديقتها 27,000 متر مربع في حديقة البيت. وين تبي نشوف فيك؟ ما يهزون فيك ترى. هذه تشوفك بدربين. ما يدرون عنه. قواك الله يا ابو حميد، قواك الله. ام صقرت وياي على الخط بس قبل اكلمك ام صقر اللي قاله احمد وايد مهم. يا اخي قلت لك بساعة افهم صمونه.
همبرجر شاورما، ادري انه ما يصير شاورما 950 فلس بدينار، انا ماني عارف ليش. لا يقول لك بعدين لا هذه سوبر سوبر عدها لي يحطك هلا عدها لي ليه خالف معني مو مقتنع بس عدها. يقول لك سوبر المشروب الغازي كولا بيبسي هالسوالف هذيل يا رجل السحاره ولا الكرتون كبيره اخره كم دينارين؟ دينارين و100 كبيره دينارين و100 انت ليش تبيع لي اياها على 700 القوطيه 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 العلبايه العلبايه ليش تبيع لي 750 ليش على شنو تبيع لي 750 يعني شنو انت قاري عليه من اللي بال 750 مصدقك انت هذا قبل 750 انت متى مو راح مطعم على كم دينار ونص في لا تدانير كولا ايه هاتي من تجيب من كرتون كامل زين ليش خذ مصقر مصقر يا هلا انت صقر المصقر واهل السيجاره وانت غيث من كثر ما يوزع الشعر صادق راح خلاص خلاص صار كله سيلف دوت لا بس مصقر انت موعوده ان شاء الله بكلمات جديده من شاعرنا الفصيح اي والله ضروري فشلنا نص المصقر اللي ما عرف بغيت اقول ما عرف صقر ايش لا بعد لا بعد تشويه بعد تشويه لا بعد ما عندي لا الله عسى الله يحفظك يا رب العالمين قولي قولي مصقر قولي شنو اللي في جعبتك؟ اخ يد داخليه اوه يد داخليه ايش فيهم؟ يد داخليه اي والله يد داخليه عقوبات قلضوها قلضوها لما انا اليوم اودي ولدي المدرسه والشرطي من صباح الله خير واقف بنص الاشاره بلى ايدك باص مدرسه والاشاره حمراء ويطوف الشرطي يا حبيبي ولا كانه كائن كان اوف مت من القهر ليش؟ يعني انت اذا باص طبعا هو ليش سوى كذي؟ لان يدري الكفيل الكويتي عنده واسطه يقعد بالديوانيه يخلصه بالديوانيه صحيح الو كذي لو يخاف كان ما سوى الحركه هذه هذا واحد اثنين سالفه من تشرب بالكويت الحين انت واقف صافي طياتك في امان الله نازل وزارتك نازل دوامك تطلع مسكين عليك سياير هذا اللي يسكر مفروض تنزل عليه عقوبة وتنسحب سيارته ونش وتنقلع صح صح لأن أنا بنت أختي كان فيها حالة ولادة حالتها ساءت لأن السيارتين صاصين قدام سيارتها ومو قادرة تطلع صح صدقين صدقين مسكر في سويسرا من الطوف إشارة في واحد كويتي طاف إشارة هناك من ربعنا سجن إيه ما في عشوار ما في مجال لا مصخوها على ابونا شنو اشاره صغيره بمنطقه لا الاشاره هذه الاطفال قاعد يطوفون يروحون المدرسه يعبرونها عمو شوف مصقر شي قوات شاء الله وزاد الله خير على المعلومات اللي قاعد تعطينا اياها شكرا الله يعطيك العافيه بس خليني اذكر شغله مصقر او غير مصقر انا لا اقول الا ان قواهم الله رجال الداخليه لكن لا. اي دوريه انت لا. تشوفها وهاي تعليمات من معالي وزير الداخليه اي دوريه تشوفها مثلا مو قاعده تقوم في دورها وواجبها ايا كان هذا الدور مع ان انا بالنسبه لي الكل ان شاء الله قايم بدوره اخذ رقم الدوريه وبلغ العمليات ان هذه الدوريه مو قاعده تقوم في دورها هذا جانب الجانب الثاني قصه المخالفات قلناها وزارة الداخلية تمني النفس مثل ما احنا نمني النفس بتغليظ العقوبات فيما يخص المخالفات لكن الموضوع يحتاج لتشريع فرسالتنا الدايركت المباشرة لإخواننا أعضاء مجلس الأمة المشرعين حطوا تشريع وقانون بتغليظ العقوبات فيما يخص المرور ريسبشن ريسبشن كان هابيو ألو مرحبا يس بليز هو سبيكينج معكم علي الله معلي ساعة المبارك علي شالك معلي الله كلمة تدري أقول لك شغلة أحلى موضوع قلتوها اليوم والله العظيم أحلى موضوع أحلى من الأسبوع القادم بس لا أنتوا كل يوم موضوعكم أحلى من الثاني بس اليوم الله الموضوع حلو مشكورة علي مشكورة أي تدري والله العظيم الإخوان اللي قاعدين يتكلمون قبل شوية كله كلامهم صح حلو يعني لما تروح مطعم والله العظيم يا ابو كميل بطل كاكا كولا صغير تدري كم دينار ونص ايه قلت ايه دينار ونص ولما تكلم القرصان يقول لي وهو احنا حنعمل ايه ده صاحب المطعم احنا عندنا مثل بيقول اذا غاب القط العب يا فار العب يا فار اسلامك يا استاذ عجومي يا شاء الله اخبارك ترى انا من مواليد السبعينات كلها طالعك يا ربي حفظك يعطيك طولة العمر لا بس ماني على صوتك اصغر مسرحياتك كلها اطالعها عاد انا من مواليد السبعينات اي والله اي والله انا 74 انا ما لحقت عليك اي شهر
30/10. ما شاء الله. تعرفين واحدة اسمها هدى؟ لا لا ما أعرف. هي هذه موجودة يعني ما دفعتك؟ لا بس تدري والله كل أحب أطالب بس بحياة لولاكي. لولاكي لولا 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 لولا. وأنت ترقص لما ترقص مايكل جاكسون. والله وايد حلو. جواك الله يا أم علي الغالية. أنت شلونكم؟ الله يسلمك أم علي. لا والله العظيم تدون الصراحة الموضوع هذا وايد زين. جزاك الله خير. يعني لما تروح المطعم بطل بيبسي 150 فلس، بطل ماي صحة دينار ونص. زين تبي تاكل بيض مقلي يقول لك دينارين. لا والله 73.50 تحت هني عندنا. وصغير صحن صغير. بيتين جوات الله يا معلي عشان عندنا اتصالات. يا ريت والله تحلونا هالمشكلة. اقول لك شغلة، في ناس عندها وفي ناس ما عندها. صح. بس انا بعطي نصيحة حق العالم. نصيحتي شو تقول يا ام علي؟ احلى شيء طبخ البيت. صح طبعا والله نظيف قاطعوه انزين وتعرف شنو 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 طعمه وتعرف مكوناته وامور. صح اي تبي تروحون المطعم خميس وجمعه. بس خميس وجمعه. يلا مشكور يا علي. قواك الله يا ام علي. خالد وياك يا ابو كميل. خالد هلا والله. هلا تدري شنو اسمك خالد؟ تدري شنو خالد معناته شنو؟ شنو؟ دايم دايم دوم. اي أيه والله خالد دايم. شلونك وليد؟ هلا والله. كيف حالك؟ امورتل. يا وليد قولي شنو في جعبتك؟ جعبتي سالفة التوصيل. قولي يا خالد. قولي. انا اعطيكم اياها مع السريع بس من ثلاث محاور. تفضل. اول واحد سالفة طبعا الشارج هذا اللي داخل المنطقة وبرا المنطقة. اي شيء توصيل دينار في شيء توصيل 900. صح. يعني هذا شنو يعني؟ يعني كل واحد قاعد يحط من كيفه. بالضبط. هذه تسعيرة معينة. صح. إيه؟ هذه شغلة. ثاني شغلة المشاريع الصغيرة. ليش تلزمني يعني؟ رسالة لهم بعضهم، ليش تلزمني أن استلام طلب لازم يكون بالتوصيل؟ يا أخي خلني أنا استلم. يعني أنا مثلا مرة أكون طالع برا البيت أطلب شغلة مثلا سعرها بدينارين، قوطي مثلا قوطي شغلة معينة أو حلو معين سعرها دينارين، يقول لي اوكي حسابك 5 مع التوصيل. ليش انا ادفع يعني من دينارين اروح ادفع 5؟ بس هذه هذه فهمني يا خالد. يقول لي لا فهمني. إيه. الحين انا راعي مطعم او راعي كافيه. انا لا راعي مو مشاريع صغيره. اي هذا اللي يطبخون بمشاريع صغيره. في شغل شغل دينارين. إيه. سعرها دينارين. صح. يقول لي تمام حسابك 5 زانيه. انت اي مو هو متعاقد لي مع شخص يوصل هذا كروت اللي يوصل. كروت اللي وصلت الدنيا. ليش تلزمني انا اتذكر كروت؟ برافو عليك صدقت. انا يعني استلم. صدقت. يقول له ما عندنا استلام. صدقت هذا صدقت. هذه يعني هذا مره, يعني مرة واحد كان يسوي خوش لازانيا عاد والله لازانيته حلوه. إيه. طلبت لازانيته على قولت بوليد خالد مشاريع صغيره دينارين. إيه. بيتهم يسوي. إيه. الظاهر. إيه. حسابي طلع 5 زانير ونص. ليش 5 زانير ونص انا اللي طالبه بدينارين؟ إيه. كروت اللي يوصل هو ما له شغل، هذا اللي يوصل يجيك 3 دانير ونص. اكثر من تخيل. لو انا منك اطلب توصيله ما ابي اكل. اطلب توصيل. سام حبيبي خالد. بعض الشركات التوصيل خالد بس ممكن بشكل سريع عشان عندنا اتصالات. يلا. بعض الشركات التوصيل الكبيره بعضهم العماله او السواق ملاتهم. احنا ما ننس يعني نقول انه يعني ما نقول والله هذول ليش كذي ولا هذا، هذا الناس على قد حالها. صح. بس احنا نطلب من يعني نطلب من شوي من يعني الترتيب والنظافه. شوف عيني يا ابو طلال. صح. بعضهم يفترش الارض يعني بالممرات بالجمعيات. صح. او بالشارع شايفينهم. صح. يعني بالغبره بالتكرم بالوساخه ويقوم يرن تليفونه يستلم الطلب. يستلم طلب هل يعني ما ادري يعني وضعه. وبعضهم بطلال صاج داخل الجنطه ايش يحط فيها جنطته اذا كان فاضي ينطر طلب. والله مره طال فيها واحد ماسكها يمي وقاعد اشوفها قاط تليفونه بلوزه زايده وقاط شحن تليفون وقاط ملابس داخليه. والله عادي لابسين طالع المباراه عادي والله يا يعني ما يجوز. كلامك داخل اكل. كلامك سليم يا خالد وعساك ذخر يا حبيبي. مشكور يا ابو وليد. انوار وياك يا ابو كميل. انوار يا مساء الخير. يا مساء الورد. شلونكم؟ شلونك الغاليه؟ تمام الله يسلمك. انا صراحه موضوع التوصيل يعني صراحه صح فيني اشياء وايد. اللي هو يعني احنا قاعدين نصبح لحمه ايه
أنا بالكويت ولا برا الكويت؟ ليش الصين؟ ليش الصين الشعبية؟ سبع دنانير ليش؟ ما سمعت أنور دقيقة خلي توصيل سبع دنانير؟ أنور أنت أي منطقة؟ صباح لحمة السكنية هي بالكويت برا الكويت أنا بس أكيد بالكويت لكن أنت دائما تطلبين من المطاعم يوصلكم سبع دنانير؟ الله اي للدليفري خل انا طبب 10 دنانير 7 دنانير اكثر زين ميخا عديني يعني ما سمعتك عدل اخاف يقول لك لازم تطلبين ما قيمته 7 دنانير لا كان زين التوصيل 7 دنانير يعني انا اي مره بغيت اطلب شيء قيمته بدينار ونص ايه تدري كم التوصيل قال لي ايه 5 دنانير زين اشتري من الخفجي اقرب لك بغيت والله والله صدق وبعدين احنا بالمنطقه نفسها تدري كم ياخذون من التوصيل لداخل المنطقه لداخل المنطقه ايه دينار يعني مثلا طالعين من العدام بيروحون مبارك كبير دينار ايه يعني ليش شوف يا انوار خل اقول شغله الحين انا بعطيك يعني بقول هالمناشده بس قبل كل شيء اي بو انت ربحتي معانا دعوه لشخصين مطعم الستينات هذا اول شيء التوصيل 20 لا من غير توصيل هذا من غير توصيل لازم تيجي تاخذين الكابون عندنا وتروحين عندهم فرعين فرع بحولي وفرع في الافنيوز فشكرا لمطعم حياكم انا عزمتكم الزياده بعد عسى ربي يحفظك ويطول عمرك مشكوره يا شكرا انوار قواك الله يعني هذه معاناه احد الاخوات اللي سكان منطقه صباح الاحمد السكنيه يقول لك بعض المطاعم او يقول لك بعض المطاعم توصيلها بسبع دنانير خلينا بس اشكر مطعم الستينات اللي لهم فرعين فرع في حول شارع بيروت والفرع الثاني بالافنيوز سوق القديم رقمهم كم يا ابو كميل على 2262357 او 2262359 مجموع المتصلين اللي انتباهها فيهم خلكم ويانا على الخط فاصل صغير فاصل صغير ونرجع على ذات الموضوع خلكم ويانا راح ناخذ اتصالاتكم على 22-20-90-4 اليوم سؤالنا آخر كذبة مشت عليك واضح أن آخر كذبة مشت علينا أنا بعض القوانين وأقول بعض القوانين مو قاعدة تطبق فأعتقد أن أكبر كذبة قاعدة تمشي علينا أن هناك قوانين نعم لكن بعضها مو قاعد يطبق وهذا التفاعل مع المتصلين في ديوانية المرينة بصحبتنا فهد كميل محمد العجيمي وأخوكم نادر كرم نستمتع أكيد باتصالاتكم وكلامكم دائما نقول كذي ابو نعم. كميل وابو نعم. عيسى نحن قوانين في قوانين نعم. لكن يا ان القانون ممكن تزرق من خلاله ويتيح لك انك انت تتجاوز هالقانون نعم. يتيح نعم. يتيح من وين من التوفه هو ساعات يتيح من وين من التوفه او ان البعض للاسف مو قاعد يطبق هالقوانين نعم. يعني خلينا ناخذ ريسبشن هلا ريسبشن كان هيلب يو هلا الو العافيه منو معاي تفضل منو معاي ابو سعود شلون معكم سعود ايش فيك مستعجل وايد بسعود في جعبتك وايد بالسياره في جعبتك وايد عطنا دلوك عطنا دلوك حبيبي الطلبات في قانون حمايه المستهلك اي طلب توصيل ممنوع ما تقول يعني توصيل ما التوصيل اي سم ممنوع طال عمرك شنو ممنوع ابو سعود يعني توصيل طلب اللي يسمونه ياخذ دينار ودينار ونص دينارين صح ممنوع هذا قانون المستهلك حمايه المستهلك والتجاره كم ياخذ مناطق داخلية يعني داخل المنطقة ربع برا المنطقة نص وخارج المنطقة أنا جربت أشياء أخذت فاتورة ايه؟ ورحت التجارة وخالفوه لحظة أبو سعود يا أخي أنت تعجبني واحدة واحدة ايه؟ عطني هالموقف أنت تشود وصل لك طلبك من المطعم يطلب من المطعم الفلاني حلو حلو يبي توصيل من دينار نص ممتاز أنا دبعت له ماكو مشكلة قلت عادي أخر ممتاز تالي سويت رحت التجارة خذيت الفاتورة ورحت فيها حماية المستهلك أيوة ما شاء الله عليك وش سويت ودقوا على الطاولة ودقوا على المطعم ودقوا عليه قال تعال هذا صح ما قلت نعم وخلفوا قدامي والله عافية عليك يا ريت كثر كل الناس مثلك يا ابو سعود انا دفعت له على الراحه مش ادفع بس شوف ابو سعود الله يكثر خيرك هي شغله مو شغله دينار ونص ترى ما حد عنده عقنه يدفع دينار ونص دينارين اكثر خاطر البنت اللي قلت تقول اسمع احمد هذه سبع دنانير اي والله يا ابو سعود لو انك تدفع المبلغ وتروح تشتكي ماكو مش تاخذ الفاتوره بس هم كلامك سليم والله لو كلام. يسوون كذي والله لو كل ربع سعود كلامي تبتك بكلام نادر تك على اي واحد من التجار لا مصدقينك مصدق ابو سعود مصدق يا حبيبي وانا بالعكس الله يكثر خيرك وبارك الله فيك مشكور مشكور يا ابو سعود مشكور يا ابو سعود وبعدين يعني الان هذه شركات التوصيل البدعة الجديدة اللي طلعت لنا سواء سياكل او سيايير اوكي الله يرزقهم وخلنا نقول خدمة زينة بكل العالم صح لكن هذيل إذا ما حطيتونهم سعر وألزمتوهم فيه وتعاقب لأن من أمن العقوبة سالم صح إذا ما تعاقب
مليون بالمية راح يسوون فينا اللي قاعد. شوف بو عيسى، شوف بو كميل، عشان بس لا نعطله على بشاير وفاتن، بس خلينا نقول شغلة، إذا القانون علشان إحنا نمشي مع القانون. نعم. في أحد بيكسر القانون؟ لا. ما حد بيكسر القانون. إذا القانون وياه ويتيح له إنه ياخذ هالرسم أو هالمبلغ، لأنه والله هو سيارة نقل خاص مو سيارة المطعم نفسه، فيجيز له أو يتيح له إنه ياخذ دينار أو دينارين، حاضر. لكن إذا القانون لا والله قاعد يقول إذا منطقة داخل المطعم داخل المنطقة الداخلية ربع وخارج المنطقة نص، خلاص عليهم هم يلتزمون، وأنا ما لي شغل إذا أنت المطعم أو أنت الكافيه ما عندك خدمة توصيل وقاعد تتعاقد مع شركة إيه هي اللي قاعد توصل لك وتاخذ هذا الرسم. نعم. من المواطن أو المقيم. بشاير وياك. نورت الدار يا بشاير. سلام عليكم. هلا شلون؟ أنا فاكر ندق مع بعض ولا شنو؟ لا تدقين يا بعض. لا لا أنت بروحك. ما أدري هو قال بشاير فاتن. لا فاتن على الويتنج. فاتن على الويتنج ليست. يا بشاير قولي شنو ما بجبتك؟ أنا بكمل على بشاير. هلا صح اسمه بسعود. ايه بسعود. في شيء حابين فيه يعني اتمنى تشوفوا له حل. اللي هو خلي التطبيقات هذيلا من التوصيل، انا ما لي دخل فيهم، هذيلا هم ماشيين صح. شنو العوق على البشاير اللي عندك؟ المطعم الحين مثلا مطعم عند بيتنا اقول ما بيطلب من تطبيق، لان تطبيق دينار مفروض توصيله ربع. بالضبط. ادق على المطعم اقول لهم السلام عليكم ابي التوصيل، يقول اي التوصيل 750. والله العظيم المطعم عند بيتنا وهو ياركم ناس كلنا صباح السالم كلنا. أقول له حبيبي أنت عندنا؟ يقول لا مو إحنا نتعاقد مع شركة توصيل. شكراً. ما في شركة توصيل. تدري شو المشكلة اللي حر؟ إن السياكل عند المطعم، سياكل مكتوب اسمكم. ليش نشرب؟ ومو مطعم ولا اثنين ولا ثلاثة، كلهم كذي ماخرين هذا السيستم. حيل. فأحتاج أحد يقول إذا نقدر نروح نشتكي عليهم ولا لا. هو مو بخلا. لا. بس لا أنا لا. أمشي على القانون. أنت كذي قاعد. بشاير تنفر. هذا اللي قاعد نقوله، منو فينا عيزان يدفع على 750 ولا دار؟ ما حد عيزان. صح. لكن القصة لا تتغافلني ولا تكسر قانون اللي هو أساسا موجود لحماية وحماية الناس كلها. لأنه هو سوال سيميليشنز. اي يا سيميليشن. صح. خلني اجاوب على سؤالكم عادي ما راح اطول. قولي تفضلي. شوفوا قدر المغرب شايل. لا هذه الغربة. لا فعلج. قولي بشايل قولي. الحين قبل وانا صغيره كانوا شي يقولون يبن عالك تعالي، الحين الحمد لله قمت ارجع حق بنات اختي يبن عالك تعالوا مش اخليهم. والله ذكرتينا. اي والله القبقاب. يلا قواك الله قواك الله يا بشاير. فاتن وياك. فاتن قلبي فاتن عقلي فاتن روح الروح هو فاتن. فاتن نبي ما في جعبتك. اللي أثار حفيدتي إنزين آخر كذبة جديدة هذه. إيه اللي أثار حفيدتي. آخر كذبة بصارة مشيتها. إيه اللي هو واحدة من العيادات التجميل إنزين عندهم أبر تخصيص. إيه. لا يصيدونكم. إيه رايح. لا أنا المهم وأنا قاعدة معاها الدكتورة زين قاعدة أقول لها زين الحين أنتي قضيتيني بالأماكن اللي فيها دهون صح؟ صح. أبي شلون يروح؟ زين يعني هو بديهيا شنو راح تقول لك؟ يروح بالدم. إنزين يروح أنت بكرم السامة تروح الحمام. وين قالت؟ أي شيء. إيش قالت؟ شلون يروح؟ يقول دا يروح بالنفس. انت تتنفسي هو يروح. قاعد يسب شيشه هذا. الله يعني ما ادري شلون. هاي ماكينه فيها صرفيه هذه. ما ادري حسيتني ان انا ماكينه ديزل اسود. شنو هذا؟ اي مو هذا. شوف هذا الاستغفالي للاسف يستغفلون الناس للاسف. زين ينزل من السدهن عداني ولا بازولا جراني؟ لا من النفس يعني شلون النفس مع العرق مع اي شيء يخطر على البال من النفس. ايوه النفس طبعا. هذه هذا مره بلبنان يبيع عجبان. اي قلت له لو سمحت بلبناني لازم. إيه لو سمحت هاي جبنا شو هاي؟ قال لي هاي بيشربوا البقرة نبيت أحمر. عشان شيء قاعد تصير لدينا. مشكورة يا فاتن. قوات الله يا فاتن. أبو أحمد. يا أبو أحمد. أبو أحمد راح ريسبشن. عطنا ريسبشن كان هالبيو. هلا
السلام عليكم. عليكم السلام، هلا والله، منو معي؟ حننا شوي ابو كميل. ياك عبد الوهاب، انت مو جدنا. طالع رقم جديد. هلا عبد الوهاب شلونك؟ عاطج والله رقم جديد، والله طالع له رقم جديد عبد الوهاب. سلامك. قول لي عبد الوهاب. يا اخي والله انا تعديت بصراحه، كل ما اطلب من المطعم اللي ما ابي اقول اسمه، مرات توصل الفاتوره ربع، مرات نص، مرات 40-50. شنو الحل يعني؟ نفس البيت؟ نفس البيت. إيه؟ نفس اللي وصل داخلي يعني. داخلي المشكله، المطعم اشوفه من فوق البلكونه اشوف. ليش؟ حط لك سلة ونزلها من فوق. سبت على حسب الطلبات يعني، إذا طلبت وايد مثلا ما نفهم، إذا طلبت وايد حسبها ربع ولا ما عليه. أنا أطلب 10 دنانير، أنا أطلب 10 دنانير توصل نص دينار، زين أطلب 15 دينار توصل ربع، أطلب 20 توصل 70-50. هذا السيستم خربان عندهم. والله غريبة. المفروض يعني في شيء ما أدري. سعر واحد يعني إيش؟ كلامك سليم. خلي ربع نص دينار. عبد الوهاب سين سؤال، تغديت ولا بعدك ما تغديت؟ لا والله تاني هن يا بنتي هن راح أتغدى. يا مال العافيه. زين شوف، خلى عيل العشاء او باتر الغداء، مطعم الستينات يقدم لك دعوه لشخصين وانا اخوك، يا مال العافيه، غداء او عشاء من اختيارك. تي تستلم كابونك هنا من اداره المارينا من الساعه 10 للساعه 2 متواجدين عندهم فرعين بلافنيوز وحولي. قواك الله يا عبد الوهاب. واطلب زبيدي. شكرا يا عبد الوهاب. مطعم الستينات كم فرع عندهم؟ فرعين. الفرع الاول وين؟ بلافنيوز السوق القديم، والثاني عندهم بحولي شارع بيروت مقابل المطرف. وارقامهم طال عمرك. على 2-2-6-2-3-5-7 2-2-6-2-3-5-9. الله يزيدك بركاته. ابو احمد قواك الله. هلا ابو طلال، مساكم الله بخير. هلا ابو احمد. هلا ابو احمد. هلا. هاي ابو كميل. هاي دوين. ما شاء الله. بما انك ثقافتك انجليزيه فلازم نحس ان نكلمك انجليزي ابو كميل. انتوا قاعد تكلمون الحين كل الاتصالات، هذا صدق ما فهمت شيء وما ما فهمت وايد يعني، بس قاعد احاول. كلم انجليزي. كلم انجليزي، كلم انجليزي. ابو طلال ابو كميل معاه اي 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 يمشي معاه. هو كذي. اي ونت اسك يو. الله يرحمه. مساكم الله بخير جميعا. ابو طلال، انا على موضوعك، هم طلب من الصيدليه، تخيل صيدليه عنده تسوي عرض على شغله حلو، قيمه العرض 5 دنانير. ايه؟ تخيل التوصيل من الغاتيه 5 دنانير يبي ياخذ. كم ترى قطعه؟ التوصيل اغلى من الطلب. تفضل. من الغاتيه لوين؟ والله يا ابو طلال. ايه؟ طبعا هذه غير المطاعم عندنا، عاد اذكر اسم المطعم؟ لا، من غير ذكر اسامي المطاعم. هو المطعم. المطعم ما وجه بارم طلال، بينه وبينه دقيقتين. تفضل. كم ياخذ من التوصيل؟ ياخذ نص دينار. انا اللي مستغرب منه ابو طلال، انت الحين المطعم انا قاعد اشتري منك، قاعد تستفيد من عندي. صح. على اي اساس تاخذ من عندي حق التوصيل؟ اي صح. زين ابو احمد، هم احنا بعد احنا ترى يعني كسولين يعني، زين انت عندي دقيقتين، روح اخذ من شيء جديد. ساعات العيال يطلبون ابو عبد الرحمن. اي صح. اي تكون العيال يطلبون ولا هذا. كلامك سليم ابو احمد، كلامك سليم. ليش ياخذ هو على شيء انت بتستفيد منه كمطعم يعني؟ قواك الله. قواك الله يا ابو احمد. نوف وياك يا ابو عيسى، خذ نوف يا ابو عيسى. هلا نوف. هلا اهلين. هلا والله. هلا فيك. يعطيكم العافيه. موضوع التوصيل هذا يعني كل مكان. نعم. كم يعني كلنا داخل منطقه، مره فعلا 750، مره ربع، مره نص. ليش؟ لأن هذين اللي يتبعون الأسعار العالمية يعني، إذا ارتفع يعني سعر التوصيل في العالم يرتفع يعني، زاد البنزين زادت البورصة بس يعني البورصة. لا ما يصير. لا هو صج يعني عندهم أسعار معينة المفترض في أسعار ثابتة وحطتها وزارة التجارة، لكن عاد عمك أصمخ ما يسمعون كلام أحد، يبون فايدة وبس. قوات الله نوف. قواك الله. مشكوره يا نوف. اللي قاعد يقولون الناس يعني، هذه رساله الاخوان في وزاره التجاره، نرجع نقول هناك في قانون، بالفعل قانون حدد التسعيره، لكن هل في قانون يقول اذا هذا التوصيل من المطعم ذاته يكون بهذه التسعيره؟ اما اذا كان المطعم لجأ الى شركه توصيل او تعاقد مع شركه توصيل فتكون الحسبه مختلفه، نورونا اذا كان بهذا الشكل عشان احنا نعرف. هند وياك. هند، مساء على الناس الحلوة الكويسة. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا هند. ترى اسمك سيف عنتر مشداد البتار، شخبارك؟ زين الحمد لله. أنت شخبارك؟ قولي لي هند، الله يطول عمرك، أنا عندنا اتصالات وايد، فأدلي بدلو طلع لي بجعبتك. إنزين، أنا أول شيء عندي منوت الطلبات،
سواء كان بأي شركة من الشركات توصيل طلبات. لما أطلب أوريدي هم ماخذين مني فلوس التوصيل وحاطين طبعا اختياري، بس كان من المفروض إنه ما يحطون اختياري لأن أوريدي أنتوا قاعد تأخذون زيادة على سعر التوصيل، سواء كان دينار 750 نص اللي يكون. حاطين إذا أنت تعطي سايك عطنا رايك وحط له مبلغ. ما يصير إذا أنا بعطي، أنا بعطي هو ما تعطيني أنت رأيك إنه أنا أحب الأبليكيشن إذا بعطيه ولا لا. عفية عليك خوش نقطة. هذا واحد. عفية عليك. ثاني شيء يا ريت يا ريت تحددون يعني يعني خصوصا تجارة تحدد على مبلغ. يعني أنا ساكنة مثلا بالخيران، منطقة سكنية مات الخيران. إنزين مو معقولة أنا كل طلب أبي أطلبه فوق الثمن دنانير يوصل 10 و11 دينار. يعني هذا سكني. بتي تحط لي مبلغ على كيفك والله إذا بتطلبين طلبي، بس التوصيل ترى راح ناخذ منك 8 وفوق. الله ها نفس اللي قالت يعني إذا إيه. أنا ساكنة بالمطلع هم بتاخذ لي من 10 وفوق بعد. إنزين أنت المطلع ما عندكم مطاعم صح هناك؟ أنت بالمطلع؟ لا أنا أنا مو بالمطلع. لا لا بس أنا أعطيك افتراض يعني افتراض يعني إيه. مطلع على على الخيران على الحين المناطق اللي على السابع الغرب. إحنا غرب الحين أنا تخيل أنا بغرب عبد الله مبارك أطلب طلب من عبد الله مبارك يقول لي تبين طلبي مو 5 وفوق. زين إذا أنا بروحي مو معقولة أنا سلام عليك خوش نقطة ترى ترى صح كلامه خوش نقطة والله يعني يا ريت تحطون للأمانة وايد متأذي من هالنقطة إنه يعني أنا بروحي بطلب بروحي إذا أنا ساكنة ما عندي أحد أنت تشترين يعني تشترين تغدين فيه وتريقين فيه وتعشين فيه ما أدري يعني ما كنا يقول لك أخذ لك وجبة وجبة 3 وجبات وسناكين بعد اشترك وجبه دايت وخلاص ويقول لي غداي وعشاي ويروي قواك الله يا حبيبي قواك الله. شوف احنا بنروح فاصل بس اخونا فيصل واختنا انوار واختنا دلال وابو عبد المحسن او عبد المحسن خليكم معانا راح نرجع بعد الفاصل. لكن قبل الفاصل اللي قالته هند ايضا شيء وايد مهم الحين خلينا من سالفه التوصيل وبنسولف فيها التسعيره. انا هم اذكر ان القانون وزاره التجاره شال قصه المينيمم تشارج إيه؟ اللي هو الحد الأدنى للطلب ما في إيه؟ أطلب قد اللي تبي صح. في بعض المطاعم للحين للحين حتى في خدمة التوصيل يلزمك يلزمك إن لازم يكون الطلب حدك مثلا ما أقدر أطلع لك طلب إلا بخمس دانير وزود أو 10 دانير وزود. زين أنا ما أبي أطلب قيمة 5 دانير، أنا مثلا أبي صمونة وبطاط ومشروب غازي مثلا كله على بعض ممكن يطلع لي 3 دانير، شمال اطلب زود عشان اوصل الخمس دانير. قصه المينيمم تشارج هم هذه قصه اللي اعرف ان وزاره التجاره الغت هذا الامر، ليش ما زال البعض من المطاعم والكافيهات مستمره في هذه الشغله؟ احنا مستمرين معاكم وخلكم ويانا بعد الفاصل الصغير. على 22-20-90-4 مستمرين معاكم في دوانية المارينا فهد كميل محمد العجيمي واخوكم نادر كرم. الحكي عن القوانين اللي هي موجودة لكن للأسف اللي لم تم أو لم يتم تطبيقها نعم. أو البعض مو قاعد يطبقها ايه؟ بتقول شغلة ولا روح طلال بشكل سريع روح. هذا قرار طبعا من وزارة التجارة والصناعة ايه؟ جاي يعني القرار حلو المهم ما يعني بس بقول لك القرار خلي اللي فوق مادة أولى يقول لك إيه؟ تحدد أسعار خدمات توصيل الطلبات في المطاعم وفقا للفئات المبينة فيما بعد. الخدمة التوصيل في دائرة منطقة المطعم ربع، التوصيل على خارج منطقة المطعم نص. بوبو كمير بس شكرا انك قريت القانون إيه؟ بحذافيرة فيرة. هذا اللي احنا قاعد نحكي فيه وانا ادري وربع ونص بس ارجع اقول لك وين 7 دانير انا ارجع اقول لك اللي قاعد نقوله قانون وشوف العين والتجارة وزارة التجارة شكرا إيه؟ صح صح لا هو صح هو شمره بيني وبين هو صح لا وشوف خلينا نوضفها شكرا في قانون بس راقب قانونك يا اخوي راقب قانونك يا اخوي اخذ وياك عبد المحسن. عبد المحسن هلا مساكم الله بخير بالروضه والعافيه يا هلا هلا عبد المحسن سامعيني سامعك حبيبي تفضل استاذ تفضل بقول لكم معاناتي مع شركات التوصيل بوريكم شلون ما اقدر اصيدهم على الاساليب اللي هم يسوونها شلون شلون طلبت منهم من واحده من شركات التوصيل حلو حاطيت الدسك عن طريق الكينت ممتاز يا للعامل تفضل اكلك عطني الفاتوره يلا عطاني ورقه فيها اوردر نمبر وين الايتم وين سعر التوصيل حلو عشان يقول لي والله هذه الورقه اللي معطيني اياها اه راي يصير بقى بتفصيل عشان يقول اوكي بروح اجيبها وارجع وهذا وجه الضيف ما ياني
طلبت مره ثانيه قلت هالمره راح اصيدهم، حطيت الدفع نقدا. عافي عليك. دقيت عليهم وقالوا لي بالطلب ونفس المطعم. سعر التوصيل 650 فلس نفس المنطقه. يا تفضل اكلك سوين الفاتوره ولا نفس الفاتوره القديمه اوردر نمبر لاخوي ما راح ادفع لك فلوسك الا لما تجيبني وهذا حقي. برافو عليك كلامك سليم. باسعار الوجبه وسعر التوصيل. صح. طبعا لا انت قال لي طبعا من توتال 650 حاطها علي سبحان الله نص ساعه عشان يروح يرد عشان يجيب لي الفاتوره رسميه سعر التوصيل ربع دينار. هل انت غير الكلام؟ كان يقول لي لا راعي المطعم كلمته هو اللي رعاك وكذا ترى لي شنو؟ لا شراع قانون هذا يا ولد ترى حيشه الحيشه يا ولد. اي لان دار ان فيها شكوى وهذا فاعطيها ربع دينار وحاطبني على ربع دينار. صح. شغلك صح يا عبد المحسن. انت في بالك من النقطه هذه لازم يطلب فاتوره رسميه واغلب الشركات 90% ما يطلبون فاتوره. انا ايد انك تدفع نقدا مو بشنت. بيض الله وجهك. يعطيك اكلك لكن تدفع خلاص يعني صح. ما فلوس راحت. صح. يعطيك اكلك وهذا هو الضيف. بيض الله وجهك. بيض الله وجهك يا حبيبي. شوف اللي قال عبد المحسن انا نصيحه. نصيحه ود ان البعض يمكن ما يشيل كاش وياه، البعض يمكن ما يشيل كاش وياه ويستسهل عمليه الدفع عن طريق الكينت او الاونلاين. انا بالنسبه لي ادفع كاش لسبب بسيط، اول شيء راح يوصلك الطلب اسرع، خذها من مجرب، الطلب راح يوصلك اسرع. صح. اثنين صار ما صار على الطلب، تعطل، ما وصل، تاخر، اللي يكون فلوسك بجيبك واكله عندك. صح. خلاص يبقى ما بي. زائد شوف الفاتوره مثل ما قالك عبد المحسن، اذا حاط لك والمطعم احدى منطقتك يعني عندك في المنطقه لا تزيد عن الربع دينار، قول هذا التوصيل بيني وبينك حمايه المستهلك. امش معاهم كذي ولا صح. إيه. اللي دافع 7 دقائق 8 دقائق حرام. اي لا واذا ياك وانت عطيته كاش إيه؟ والمفروض ترى بيرد لك الباجي، قام يدور مخابيه. لا عافية عليك سوي كذي. هذا اللي يسوون كذي يسوي كذي. شوف اللي يعطيني انا فلوس بسرعه والله اعطيه، بس اللي يسوي كذي خذ دلال. دلال ومدلل. احنا حد دلال انا عطلناها الساعه المباركه. دلال هلا والله. هلا الغالي تفضل يا استاذ. قولي خير الحمد لله. قولي دل سنة ضايق خلدك موضوعك شنو مع التوصيل إذا عندك أو غيره؟ إيه توصيل وسعر السمون الحين الله يرحمه الشيخ جابر. صح الله يرحمه. سمونة الفلافل على كم؟ 100 فلس. 100 فلس. تعال شوف الحين ربع دينار. إيه مو هو حاط لك فيها فجل وشلمندر. لا 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 شنو حاط له فيها ذهب؟ وشلمندر وقلمندر إيه. وما شنو حاط نعناع. لا دلال أنت خبرتي عجيب ترى في مطاعم ما بيذكر إيه. اسمه هذا اللي فيه وايد إيه. طحينة. ايه ب 750 فلافل كلها ربع دينار السوق التركي تجيب الطحينيه. اي والله العقل كم يبيع الفلافل؟ خلنا الحين نشرك الا الريال. لا 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 هذا دعايه. فانت عندك عوق في سعر صمونه الفلافل البعض قاعد يزيدها تقولين؟ اي والتوصيل بالخرده مال الخرده اي يروح السياره وما يرد. هذا من الشق للشق. هذا مر علينا وايد. لا انا ابي قانون صدق اي واحد مع ان يبي يسوي طلبات على الاقل ريحه كلونيا أصر. إيه صحيح. لا ترى هذه ريحة فلافل. أي ريحة فلافل. ما يطرشي ما يطرشي. اللي يشوف الشكل الواحد ما ياكل. إي والله صح. إي الحين يا تطلب خمس دنانير يوصلك من ثلاث دنانير يطلب لك من هني المستشفى الدينار ادفع دينارين تفصيل. إي والله قواك الله قواك الله يا دلال. مشكور يا دلال. مشكور يا دلال. أنوار وياك. أنوار لك وين وبعدين سلام ورحمة الله يا أنوار. ساعة المباركة. ما تقصر الحين موضوع التوصيل أو يعني توصيل الطلبات الصراحة موضوع ذو شجون الناس يعني وايد مضايقة. ويعني أنا خلينا نتكلم الحين يعني وزارة التجارة موظفين وزارة التجارة موظفين حالهم عفوا مواطنين حالهم حالنا يعني معقولة يفتحون هالأبليكيشن شايفينها بالخط العريض ادفع إكرامية للتوصيل يعني ما لفت نظر أحد صاجة مكتوب كذي إيه صح. إكرامية تبي تدفع نص تبي تدفع الأبليكيشن كلنا نعرفه صح شلون إكرامية يعني هل أنا مطلوب مني إني أنا أدفع معاشه
لا الكراميه انوار بعد غير سعر التوصيل، تخيل يقول لك حطك من فضلك، بس انا بعطي كراميه للعامل. برافو عليك. منك انت نص نص نص، اخر شهر هذا ما اخذ معاشه مني ترى. اي صح 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 شنو هذا؟ وبعدين في نقطه هي صح مو صلب الموضوع، بس يعني فعلا مطاعم صارت وايد، وبالتالي لما تزيد هالكثر مطاعم بالكويت وما يتم توجيه الشباب لانشطه ثانيه، بالتالي راح تزيد السيارات والسياق، كل هذا الضغط على الشارع. صاجة. صاجة. اليوم ما في اي توجيه يعني للشباب انه يتجهون لانشطه ثانيه، ينعشون اقتصاد الديره باي شيء ثاني. صح. اوكي نرجع لنقطه ثانيه، انت اليوم مطعم، هل انا بصراحه ما اعرف، انا قاعد اوجه سؤالي لكم حضراتكم وللجميع، اليوم انا مطعم كم سكن مسموح لي؟ كم سياره مسموح لي؟ ترى هذه نقطة، أنت اليوم تقدر احتياج عمالة المسموح لك 5-6-4 اللي يكون، أجيب 10 سياكل وأنا مطعم صغير؟ صح. يعني هذا يعني كم سيارة مسموح لي؟ وين حدودي؟ بالنسبة للشارع ها يعني للذوق العام والشارع والمرور هذا مو زين، سلامة العامل أو الدرايفر أو هذا صاجة. سلامته شنو يعني اليوم التوصيل خلاص دخل حياتنا، بما أنه دخل حياتنا لازم ينحط له نظام يتنظف. خليك إنه وطبعا نرجع يعني هذا الموضوع لا تبطلونه بعد، أتوقع يعني لا إنه هو يعني متفرع منه، انه بس المطاعم ترى وايد وايد. يا زين كلامك يا انوار وايد، ويا زين نقاطك اللي ذكرتيها. شكرا شكرا على اتصالك اللي قالته انوار، وايد 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 مهم. صح. الحين خلاص اصبح بالنسبه لنا واقع امر التوصيل ابو عيسى. يا ريت يكون في هناك ايضا قانون يسن لعمليه التوصيل بشكل او باخر. شنو القانون؟ انا لا اعلمه ولا افهم فيه، لكن مو معقوله يعني مثلا قصه السياكل اللي قاعد نشوفها. يا رجل اللي يمر تحتك ما تدري من وين يطلع لك. يا سيد هذا أنا جاي المارينا، جاي الدوام المارينا ابتلش فيها الإشارة أربع خمس سياكل ومو ملتزمين، مثلا في حارة مثل حارة اليمين أقصى اليمين، لا هو السيكل يحدك والله. هو اللي يسكر لك الشارع. ايه بطلال يعني والله لا هو يحات سلامته ولا سلامته. لا شوف بطلال، لان الغرقان ما يضر البلل. خذ اتصال عطنا ريسبشن. ريسبشن كان هيلب يو. هلا سلام سلام. لحظة شنو ريسبشن كان هيلب يو؟ حننا ريسبشن كان هيلب يو. هلا هاوس كيبينج. هلا يبا يبي روم سيرفيس. يس بليز روز ار مينت تو بي بروكينج. الو منو معي لو سمحت رد علي، لان انت الحين على الهواء معي. منو معنا السلام عليكم. تفضلي. عليكم السلام. الحين صار لي ساعه اقول لك لغات العالم. ما علي منو يانا. منو معنا؟ ام شملان. يا حيا ام شملان. ام شملان شنو كلامك وتعليقك على الموضوع؟ يا هلا فيك. انا اول شيء برنامج طلبت هو يعني موجود باكثر من دوله. صح. مثلا الاردن الحين إذا بطلب أي شيء يعني أعلى لمت حق الطلب نص دينار أردني. أوكي. كم يعني كويتي؟ تقريبا أقل من ربع. أقل من ربع. النقطة شنو؟ إذا بطلب إذا بطلب أي شيء بطلب ساعات يكون الطلب توصيله تخيل 200 فلس أردني يعني 80 فلس كويتي. في طلبات ساعات تطلبها ب 11 دينار أردني يكون الطلب فري، وهو برنامج طلبات نفسه اللي موجود عندنا بالكويت. يعني قصدك هناك في عروض معينه او اجراءات معينه غير اللي احنا قاعد نسويها. بالضبط بالضبط. ليش هم عندهم اشياء هني انت تشتهي تعطي اكراميه حق اللي وصل لك. صح. لان الطلب قاعد يقل المبلغ، كل ما طلبت يا 300 فلس اردني شيء يعني ما ينذكر المبلغ. ليش احنا عندنا هني قاعدين يزيدون بالطلبات؟ وفوق هذا كله الطلب عندنا يطول على ما يوصل. هم عندهم اقل من ربع ساعه يوصل الطلب، والاردن يعني عارفين احنا ايش كبرنا ما شاء الله. ايه. ليش التطبيق يشتغل عندهم صح واحنا عندنا هني غلط؟ اي والله صح. تطبيق واحد. كلام سليم ام شملان، وعساك ذخر وقواك الله. يعني شو معنى يعني كلامها. في قول ابو عيسى. في ناس او شركات او مطاعم يقول لك اذا الطلب ما وصل لك خلال نص ساعه تقدر فلوسك راح فلوس الطلب بلاش لانه يبرد الاكل. مو بس صح كلامكم واللي قاعد تقولونه صحيح. يعني هم لما اقول لك انا ادفع قيمه التوصيل دينار مثلا الحين وهو خارج عن نطاق القانون، هل قاعد يوصل لي بالتوقيت؟ يعني حتى ساعات احنا تجاوزا نطوف الموضوع، يحط لك هو اساسا قبل تطلب انت قبل تطلب يقول لك هو مقدر الموضوع، هو اللي حاط لك خلال 29 دقيقه الطلب يكون واصل عندك. 49 دقيقة هذا إذا وصل لك بعد الطلب. يعني لا أنت قادر تلتزم في التوقيت، بتقول لي زحمة شوارع ولا زحمة طلبات عليك. إيش حقه ما أخذ مني هالرسم طالما أنت مو قاعد تعطيني خدمة. بطلال فيصل وياك.
ابو طلال قبل فيصل بدقيقه، شفت انت ابو سعود صاحبنا اللي يقول من المعاناه؟ عارفه. يقول لك ما ياله مال طلبات، خذ منه دينار، سوى؟ قال بروح السياره بعطيك اياه. اي راح كان ياخذ سيكله يدور فيه دورتين. ضريبه ضريبه. قال هي خلاص على ودي فيصل. يقول من المعاناه. هذه من المعاناه. فيصل يعطيك العافيه فيصل. الله يعافيك. ساعه المباراه. قلت لك غد ساوي لك عليك اسم الملك. هلا ابو غازي. خوش خوش. طمن عن صحتك بس. لا الحمد لله بتحكي. ان شاء الله دوم يا رب. ان شاء الله دوم يا رب. هذا بخصوص طلبات يا جماعه. ثبته عندنا اكثر من تطبيق بالكويت. صحيح. احنا نتكلم عن التوصيل بشكل عام. جرى القانون. صح. ايه. تشوف المطاعم كلها ولا مطعم نفس السعر. واحد بنص، واحد ب 900، واحد بدينار وربع. بنفس السعر. صاج صاج. هذه ليش الوزاره ما تراقب هالتطبيقات اللي هي اصلا قاعد تخالف عينك عينك، وهي مفروض مرخصه من الوزاره. هو يقول لك فيصل انا هي التطبيقات يعني قاعد اسوي تنافس، يعني تطبيق فيصل يوصل بدينار، تطبيق نادر يوصل بنص دينار، يعني كني انا قاعد اسوي تنافس فيما بيننا، بس في كل الاحوال مخالف. في وزاره تقول حق تطبيق فيصل نادر انت غصبا عنك. عافيه عليك سعد. عافيه عليك حبيبي. الحين صارت المطاعم السريعه بعضهم ثبت يدز لك الرساله الاس ام اس العاديه. إيه؟ يقول لك اطلب من موقعنا ترى توصيلنا التسعيره المرخص فيها بالدوله. برافو. اساس تطلب منهم سيده ونص دينار فعلا بس. صح. هذه ما ادري ليش ما يراغبونهم يعني. إيه؟ يحبون يحطون قوانين عشان يكسرون. انت قواك الله يا ابو غازي. وكميل بطلبك طلب قبل لا تقول لي حبيبي. سم. تكفى قول حق الشباب سالفة أخوك أول ما رد من مصر بالمدرسة. تكفى. إن شاء الله إن شاء الله. هاي ضروري نسمعها. ضروري نسمعها. قواك الله يا فيصل. سلام. هاي ضروري نسمعها. إن شاء الله. بس أرجع وأقول خذ بو يوسف، بس قبل بو يوسف أرجع وأقول المطاعم ممكن شنو قاعد تسوي عنا؟ إيه؟ يقول لك اي سيارتي انا إيه؟ اوصل لك ربع ونص إيه؟ داخل خارج المنطقه إيه؟ لكن اللي قاعد يوصل لك مو سياره المطعم، علشان كذي انا قاعد ادفع رسوم الشركه اللي انا متعاقد معها. ابو يوسف وياك. ابو يوسف. ابو يوسف. ابو يوسف. هلا ابو يوسف شلونك؟ هلا بالحبيب. نادر نادر كلامك مضبوط 100%. سلمك شلون؟ وزاره التجاره اتفقت مع المطاعم توصيل مباشر من المطعم، يعني انت لما تتصل على المطعم وتطلب منه داخل منطقتك ربع، برا منطقتك نص دينار. صح. ولكن كثره المطاعم عندنا بالكويت فما يقول لك انا ايش حق اروح اجيب لي عماله وسكنه واشتري لي سياره خلنا اتعاقد مع شركه توصيل. صح. هي توصل اكلي، فتلقى الاسعار مختلفه. مطعم طلباته وايد تلقى ينزل 750 600 نص دينار. صح. مطعم ما في توصيل ما عليه ضغط ما شنو رفع عليه الدينار. مطعم لا والله وضعه مضبوط خلى ربع دينار. هذا الشركه اللي شركه التوصيل. نعم. اللي متفقه مع المطعم بالضبط. فوزاره التجاره ما هي ملزومه بالشركات مال التوصيل لان هذه خدمات. ابو يوسف يعني تتاكد المعلومه ان القانون اللي موجود اللي قاعد نحكي عنه هذا التعاقد المباشر او التوصيل المباشر من انت المطعم للمستهلك. صح. لكن اذا دخل بيننا وسيط اللي هي شركه توصيل ايا كانت هني اللي ما ينطبق عليها القانون اللي احنا قاعد نقوله. ما لان التجاره حره بالكويت. شوف فهذه المعلومه اللي اغلب الناس ما تعرفها. برافو عليك يوسف. لان احنا سالنا في كذا شخص في وزاره التجاره قلنا لهم يا جماعه شنو الوضع ليش كذي؟ قالوا يبا هذه شركات خاصه خدميه. صح. تبي تاخذ منهم وخذ منهم، ما تبي دق على المطعم نفسه وقول له وصل لي. واذا وصل لك اكثر من ربع ونص قول لي انا اخ الفه. هني ابو يوسف قواك الله وتمشكور ما قصرت على هالمعلومه. اي والله قواك الله. هذا اللي كنا نحكي عنه وتساءل فيه ابو يوسف اعطانا القطعي في السالفه. نعم نعم. يقول لك موظف التجاره بلغه. هذا اللي قاعد نقوله. مطعم فهد كميل. نعم. دق عليه نادر. عطني هذه وجبتي او هذا طلبي. نعم. انت توصل لي اياه داخل المنطقه ربع دينار. صح. خارج المنطقه نص دينار. فهد كميل مطعمه سواقه لاهين مشغولين مزحومين. ايه. فانت يا فهد مطعمك متعاقد مع شركه توصيل اللي مال التكاسي ايا كان. ايا كان حبيبي ايا كان هذا اللي يوصل. ايه. جيمه التوصيل
ما يخضع او ما تخضع تحت مظله القانون، لان هذا في وسيط صار بيني وبينك انت يا المطعم، فهني هذا التلاعب يعني. ايه. هذا اللي قاعد اقول لك، اللي ساعات يكون هم لا مشغولين ولا شيء، في دهاليز. اي اي دهاليز. اي تعرف الدهاليز؟ دهاليز دهاليز طويل مثل الفرية. اشوف شلونه دهشي روح. احنا يعني احنا نعرف، احنا طول عمرنا يعني نعرف المطاعم. يعني انا واحد كنت من اصحاب المطاعم. صح. انت توفر سيارات وانت اللي توزع. بالضبط. ايه. يعني الحين ليش الحين انت المفترض توزع؟ لان هذه خدمه انت تقدمها. الموضوع سهل. ليش صار تنفيع شركات التوصيل موجوده ويشيل على عاتقك وعلى كاهلك موضوع اجور السواق المواتر اللي عندك هذا وسكنهم؟ نعم. فيب هاي شركه التوصيل عندها مواتر وعندها ناس. صح. فوفر عليك. ايه. ريسبشن كان هيلب يو. هلو السلام عليكم. عليكم السلام. منو معي؟ وياك سعد. بو سعد شو ذاك خلقك شيء زعما في جعبتك اشياء الظاهر؟ لا والله لان راصفين علينا واجد. ويا بعد عمري يا ابو سعد. عفا عليك ترى فزع وياك والله. ما عاش من ينصب عليك، ما عاش من. قول يا ابو سعد. الحين سؤال بس الطلبات ولا المناديب جميعا؟ بشكل عام، نتكلم بشكل عام طال عمرك. طيب حتى اذا كان قبال يعني بينه وبينهم شارع. اي 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 انت طالب طلب معين وصالخينك بسعر معين؟ اي. شلون طال عمرك؟ قولي القصة. طلبت والله، هو كان بالفرعونية. حلو؟ حلو. بينه وبينهم تقريبا شارع. ايش كثر هذا من التوصيل؟ 50 ونص. وبينك وبينه شارع؟ شنو؟ اي. وايد والله. بس هذا مساعد هذا مطعم ولا مو مطعم قصدك؟ هو مطعم. اي. شوف مطعم خدمة بين وبين شارع خدمة سبعين وخمسين. عموما يا اخي ترى هذا لو شارعين دينار بس. قهواك الله قهواك الله يا ابو سعد. لو زاوية بعد نفس الكلام ونفس الامر هني. خلاص احنا لقينا الضالة، ضالتنا لقيناها. التجارة اي الحين اي شخص بنحاكي بيقول لك قانوني انا مفعل، وبيقول لك المطاعم ملتزمة فيه. لكن اللي انتو يا فهد ويا العجيمي ويا نادر ويا متصليكم اللي قاعد تحكون عنه، هذا خارج اطار القانون اللي احنا سنيناه. وهذا وزارة التجارة اللي قالت. اي هذا قاعد بيقول لك. هذه الشركات اللي هي الوسيطة اللي ما بينك انت يا مطعم. نعم. يا مشغل يا ما شنو ما يكون. هذا تجارة حرة. صدق احنا ابو طلال دائما نساهم بالنماذج السلبية احنا كشعب. تدري لو يرفض ابو عيسى وانت ترفض وانا ارفض، اذا قال لك والله ما عندي انا توصيل، بل هذا يقول له ما بي. بس الغاية والله العظيم مو الغاية تبرر الوسيلة. لا يعني هو قاعد يخسر المطعم. والله كلامه صح. والله العظيم. يعني المطعم إذا ما اشتغل بيخسر. صح. شركات هذه التوصيل. نعم. في شركة ما بيذكر اسمها انباعت بمبلغ، تدري شنو؟ مبلغ خيالي. إيه. ليش انباعت مبلغ خيالي؟ لأن يطلع ذهب. طلع ذهب طبعًا. والله. بعدين شنو تجارة حل؟ انت عندك بنزين وعارفين قيمه البنزين. ايه. وما ترى هالكبرى ولا سيكل. نعم. سيكل كله يعني ايش كثر بيصل البنزين ابو سعود؟ اللي احنا قاعد نحاكيك فيه ولا نحاكي الناس فيه تهجى من شنو هذا كله؟ من المعاناه. ايوه. مسعود قلت له تو سالفتك اللي خذيت السيكل. اي مال جسمك تاخر علي. ايوه هذا قلت له انا اعلمك. قلت انزل الاكل عشان اصعد فوق عشان اخذ السيكل اعطيك فيه مرتين ثلاثه. ما لو انا منك اجره. والله ليش متاخر علي وطار بارك شويه. ابو سعود غير المعاناه، انت شو تشوف الموضوع؟ من وين جد والله الخلل وين؟ والله من ربعنا. قلت لك اتهم بالله. والله من خبال من نحلة. صح. اي والله. اي والله من ربعنا. عاد تصدق مطعم يم بيت ابو كميل كان مكلمته امه. اي يعني بالمسائل. صح. ما ابي اقول اسم المطعم توني قاعد اطالع الطلبات. تدري كم يوصل لبيت ابو كميل؟ تكفى ترى دوار فرد. يدري دينار توصيل. دينار. واذا قال لك هذا بعد هاي شركه التوصيل. انا مو انا. وبسعود اكثر واحد يسوي المطاعم يعني نو يعني مطاعم. صدق احنا نطلب هو يطلب واحنا نطلب طلبنا يوصل وناكل. وانا الحين حسبالي ماكل هو. اقول له بسعود وين؟ يقول للحين ما جاء ويعصب. قسما بالله والله. وياخذ دينار والله ابو طلال ورب الكعبه اللي يسال عني. والله بيسالني عشان بتزوج ويتقون المطاعم. والله لا يروحون دواوين. هذا كله اذا باللخصه من شنو هذا كله طال عمرك؟
من المعاناة. بس لعب لعب اليوم البستاشي والجاكيت. تعرف أبو الكنافة. وش اسمه أبو عيسى اليوم لا أول نسمع أبو اللي يشتري أصوات أنا. قول معي ابو سعود فاتن بن الشهر وعبد الله ايه وخالد ايه وابو احمد ايه وام عبد الله ايه وفهد خالد قباجر انتظرونا انتظرونا بعد شنو بعد المعاناة بعد الفاصل بعد الفاصل يا بردقانة اختض والله اختض بعد خضة عشان اصدق ايه لان لا احلف لك عجز بلساني اوصف لك يقول لك هزة ارضية في مناطق الكويت ها شو هيك اخترعت؟ عشان أكيد اخترع هزة أرضية حسيت فيه أنت؟ ايه. أنا لا أنا ما حسيت شوف والله أنا لا حسيت كنا شوي شنو حسيت بدوخة؟ حسيت بدوخة الجليكوز نزل عندي أشوف الجليكوز. شو شلون دخلت أنت؟ يعني حسيت إنه شيء دايخ الجليكوز هذا هذا واحد قاعد يدور شيء هذا واحد بالكوب قاعد يدور ويس حسيت بهزة أرضية؟ ها؟ يقول لك هزة أرضية بالكويت ما والله بعد صدق والله بس ما حسنا فيها يعني اليوم هذه حايشة إيران قبل شوي ارتداداتها يا عيال ايه رذراد يعني مو رذراد هذا مو مطار يا كابتن مو مطار الله يستر الله يستر علينا على اي والله عاد اللي صار الله يستر علينا يا رب صار الله يستر علينا الله يحامي ان شاء الله ماكو العافيه يا رب العالمين بس هو خبر وان شاء الله ينقال وما نحس فيه يقولوا امين يا رب العالمين عندنا اتصال ولا ام عبد الله وبس ام عبد الله احذري ترى بندش على الفتره الدينيه الساعه المباركه تفضلي تفضلي يا ام عبد الله الو هلا يا هلا وغلا هلا فيكم شلونك ايش رايكم انا بدون انا ما اخذ توصيل اوصل لكم بلاش الهريس الله عليك يا ام عبد الله رايكم رايتك بيضه وخيرك سابق دون بس ايش دون الله يكرمك زين اذا التوصيل ربع دينار انت بتاكل يعني ربع ولا نص شنو اللي شنو مو يعني ضد يعني الحنة والرنة لا مو ضد الربع ولا ضد النص بس ضد الاستغفار انه ياخذ علي فوق الشيء المحطوط في القانون. إنزين أنا مطاعم الحين شو ما تبون أنتوا يذكر نذكر المطاعم خلوا ما يخالف. صح لا نذكرها. إنزين كل ما أتصل فيهم يقول أقل من 4 دنانير ما نوصل. يا سلام عليك يا فنان. صح. هذا الغلط بعد هذا. والله ورب الكعبة. صادق. والله ورب الكعبة يقول هالكلام. إيه صح. ولا والمصيبة إن المطاعم يعني لها. اسم معروفين اهلها كلهم انا اعرفهم يا الغاليه ام عبد الله ليش كذي يسوون يا الغاليه ام عبد الله هل تقولين انا راح اوصل لكم إيه؟ هريس التجار بلاش الله بدون فلوس صافي حق ام عبد الله مشكوره يا ام عبد الله ناطر هذا عندك شهاده عندكم شهاده الزور شوف ام عبد الله عليها هريس إيه؟ والله العظيم طفي شلنس والجنس اللي عفتت معه الله 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 هريس يعني تاكله يسولفون عنه المعاريس اي والله بعدين منهنة اي اي منهنة بعد منهنة بعد انا إيه؟ عمري ما شفت هريس منهنة ما ادري هريس منهنة اي هريس منهنة ما ادري انا عمري ما سمعت هريس منهنة نعم وياك قمت تخوره قول على هل دهينة زينة اي اي دهينة سمنة 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 اي اي يعني انت حنان دهينة سمنة خراي اوف والله خراري شي ام عبد الله ام عبد الله يعني 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 ابو عيسى فاهم يقول لك الدهنه الزينه يبا سمنه سمنه يبا نعرف العداني نعرف السمنه عداني عداني اصلي اي والله انا قاعد يما عداني عداك وعداني ام عبد الله قواك الله عشان بروح للفتره الدينيه عسى ربي يسعدكم يا رب العالمين احنا مستمرين معاكم في ديوانيه المرينه لان في موضوع في ذات الموضوع شيء جديد توصلوا لي يقول لك ان في بعض المطاعم يحطون على الزباين بلاك ليست ليش؟ لأنه يداحرهم في حقوقه هذا بعد شيء جديد مطعم يحطك بلاك ليست المطار هذا تخيل بلاك ليست لأنك داحرته بحقك هذا شيء جديد بعد الفترة الدينية بنسولف أكثر عن هذا الموضوع الديوانية
يعني احنا على يعني احنا على بعد دقائق محدوده ونقفل 4 minutes please. يس خلينا نعطي ابو كميل الخلاصه. اي نعم عطني الخلاصه انه من الموضوع مالنا. ابي خلاصتك. شوف الخلاصه شو تقول الخلاصه؟ الخلاصه هم لازم يتبعون قانون وزاره التجاره. يتابعون النظام، ومن يفقد النظام يفقد الاحترام. انا ناظر اسمع هالحكي. ابو طلال سم التجاره ايش قالت؟ قالت اللي قالته. لان في بعض المحلات او المطاعم يا ابو طلال يتغافلون هالشيء هذا ويستغفلونك كمواطن على هذا الوضع او مقيم. ترى احنا ما نفرق بين المواطن والمقيم. زين ليش اشتري الارض واحده؟ واحده يا كرهه يا كرهه. ايه هو صحيح، لكن يعني انا بس يعني ارجع اقول اتمنى لانه لا لا تسمعني شنو وخر وجهك شوي وخر وخر لا وخر وي. شكرا وزاره التجاره عنده في قانون. اي بس الدولكه وين تكفى؟ ماكو دولكه ماكو دولكه يعني مثل مثل جد والله مثل هالشغله هذه يعني انا ارجع لما اقول شكرا على قوانين، لكن اللي تحط القانون خلي حد غيرك يطبقه، او لما يطبق او لا يطبق لازم يكون في رقابه على هذا الامر. قصه الماي اللي لازم يكون على كل طرابيزه، ما شفنا. انت شفت طرابيزه ماي؟ ما في الدولكه ما شفتها. ما شفنا. اشوفها عندنا على الغداء. العجيمي تو يقول قمت اطلبها طلب، اقول لهم حطوا لي اياها. اي يطلبوا يطلب. صدق ابو طلال خليني اقول لك شغله، احنا الحين في البيت ما نحط الدولكه، كله بطلب ماي صحن قاعد هم بعد احنا. شوف لا انت ما حشوف صح ولا لا؟ راحت ايام الدولكه هذا الحصير ما شنو يعني يعني لا لا اوكي يعني نقول لنا واللي علينا يعني احنا بالبيت انت تحط دولكه ماي. لا لا بس خل اشوف خل اقول لك شغله، انت مقتدر. اي غيرك مو مقتدر. اي نعم تبيعني ماي؟ تبيعني ماي؟ ماي ما يصير لي الهدر ماي يعني. اي والله يعني لا تبي انت تبي يعني انت تبي هذا مال النبع وما ادري شنو النبع الصافي يا عشان الدافي. إيه؟ اطلب. إيه؟ اطلب. اي من الله وارتجي انزين. خالد بن حسين ايش اسوي فيك؟ اول ما نزل شريط اول ايام زين قلت له شغلت شنو الاغنيه؟ كان يقول اوه يا رطب. يا رطب؟ والله على يا رطب. اي والله قلت له مغنيها بغابه انت. تحت الخلا انت قاعد. زين شوف باقي دقيقتين. اي قول لي قصه اخوك يوم رد. اي عندي هذا اخوي من ابوي. اي اسمه ممدوح. عبد العلي؟ والله عاد صدق في شبه اخوك ممدوح عبد العلي. اي والله زين ممدوح الفنان ممدوح عبد العلي. لا ايوه لا ممدوح كمان اقول لك اخوي تقول ممدوح عبد العلي. محمود قلت له ابوي على بالي واحد ثاني. لا زين الوالد متزوج 5 الله يزيده بركاته. اي للحين؟ لا مات 82 والله ابوك الله يرحمه كاثوليكي. شو ماخذ 5؟ شو ماخذ 5؟ لا قطغطوني. لا لا قاعد نسال. لا نسال يعني تزوج جدي يعني يريح هو. اي تزوج قبل يتزوجون وايد. شوف لا لا لانه ما يسوون هذا. شوف على ايام الرياي لما كانت الرياي اللي كانت عندهم كلمه يقول لك الكرسي ما يقعد الا على 4. الله الجدر الكرسي الكرسي. اي 4 مدى ايه؟ خشبات. ايه؟ يقول لك الكرسي ما يقعد الا على 4. ايه؟ فهو المتوج فلازم ياخذ 4. ايه؟ ايه؟ انا بالنسبه لي اقعد على كرسي واحد يعني. انت وانت تدور السلامه انت كرسي واحد وتدور السلامه. كابتن ايه؟ ممدوح عبد العليم. ايه؟ ممدوح كميل عبد العليم. ممدوح ايه؟ كميل مطر مرزوق والنعم. ايه نعم. ايش في ممدوح؟ اول ما طبعا الكويت ما يعرف ولا كلمه لان عمره 16 سنة ما يعرف ولا كلمه كويتيه يعني يتكلم مصري. ريال عايش طول عمره بمصر. فصار موقفين بالبدايه. فديت عند ملعب القبنديه حمدو وجمول القبندي ونعم فيهم. هو قال بصير حكم يعني. المهم لعبنا قلت لهم هذا اخوي شافوه يعني اشقر وطويل وشي. اول شيء ما صدقوا. ما صدقوا قلت لهم اخوي والله. المهم لعبنا كان يصير فاول كان يقول حطها هنا فاول. حطها هنا اركنها. كان يقول صدق انت. المهم المدرسه وندخل المدرسه. ايه ويتهاوش يطقون طق. اي افقير. اي ممدوح مطق؟ لانه هو شوي شجاع. ممدوح. ايه ده يا ممدوح؟ الضرب. الضرب ممدوح. كان يفسخ الفنيله شي تدري كان فتح بعزه بعد. فسخ الفنيله كان يقول انا اخو فتح كميل الضرب. ما يصحش يا جدعان. هو اسمه محمود الخطيب يعني. ما يصحش يا جدعان.
قال انا اخو فتحي كمل الضرب. تقول انت اخو فتحي ممدوح وين الحين؟ ممدوح الحين تكلم كويت احسن مني. وين ممدوح؟ موجود الحين اشتغل وتزوج. خلينا نوجه له تحيه. ممدوح انت اليوم كنت مضرب مثل عندنا كلام من فيصل في الحديث كلام من فيصل. مشكور تستس يعني تسلم لكل من تواصل معنا. اي والله شكرا لكل من اسعدنا بهذا التواصل الراقي اللي يشبه شخوصكم الراقيه. فهد كمين محمد العجيمي شكرا لك. شكرا حبيبي. شكرا لكم. شكرا على البستاشيو اللي قم تبي كنافه اللي قم باكر. مع السلامه.